الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. طيب، كتاب البخاري كتاب المساقاة، باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تعالى: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت في 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 أنزلت هذه الآية ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. هذا حديث أخرجه البخاري في عدة أبواب، عن عبدان عن أبي حمزة والأشخاص أيضا. الخصومة والشهادات عن محمد بن سلام عن أبي معاوية في الأشخاص أيضا، وفي عن بشر بن خالد عن غضر عن شعبة، وفي النذور عن موسى، وفي تفسير حجاج بن منهال كلاهما عن أبي عوانة، أربعتهم عن الأعمش، وفي الشركة أيضا عن قتيبة عن جرير بن منصور عن منصور، وفي النذور أيضا عن بندار عن ابن أبي عدي عن شعبة، وفي الأحكام عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق عن سفيان كلاهما عن الأعمش، ومنصور كلاهما عن أبي وائل عنه به. نعم. والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر وإسحاق وابن نمير ثلاثتهم عن وكيع عن ابن نمير عن أبيه كلاهما عن الأعمش به، وعن إسحاق عن جرير بن عبد الحميد الضبي، وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور والترمذي في البيوع والتفسير والنسائي في القضاء والتفسير وابن ماجه في الأحكام. قال الإسماعيلي: أخرج البخاري عن أبي حمزة عن الأعمش يعني عن عبدان عن أبي حمزة به: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر في أرض، قال: ولا أعلم في جماعة من رواه عن الأعمش إلا قال: في أرض. وحكم الخصومة في البئر والأرض واحد، فإذا ذكر الأرض تضمنت البئر، وذكر البئر فهو الأصل المطلوب في ذلك. في قولي هنا يعني: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، هذه اليمين الفاجرة وهو عليها فاجر، فهذه تسمى اليمين الفاجرة في رواية بعد العصر. فاليمين الفاجرة التي يجذب فيها صاحبها يقتطع بها مال امرئ مسلم. قال: وهو فاجر وعليه فاجر لقي الله عليه غضبان. لقي الله عليه غضبان، إذن له النار. لقي الله عليه غضبان له النار. لما يلقى الله عبده ضاحكا له الجنة، إذن لم يلقاه غاضبا فله النار. قال: فأنزل الله جل في علاه: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال: فجاء الأشعث، وهنا أكل باليمين الكاذب، ليته حتى باليمين الصادق، أو لا أكل باليمين الكاذب. وقوله: فجاء الأشعث قال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال: هات شهودك. قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فهنا أشهدك، هذا أصل الشريعة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي ومن أنكر. ولذلك يعني يحكم القاضي بالظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم حكم، فقال له الرجل: يا رسول الله، حكمت علي والحق معي. قال: إنما أحكم بالظاهر، ويتولى السرائر الله الذي فعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أحكم بالظاهر، والسرائر يتولاها الله جل في علاه. فقال: شهودك؟ فقلت: ما لي شهود؟ قال: فيمين، لأن الأصل بذلك اليمين على المدعي واليمين على من أنكر. فكان النبي يحكم بالظاهر ويتولى السرائر الله جل في علاه، وكان يقول بين المدعي واليمين على من أنكر. فهو قال له: إذن يحلف يا رسول الله. فلما قال إذن يحلف، الله جل في علاه أنزل عليه هذه الآية: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم. باقي الآية: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ها ولا كلم الله ولا ينظر إليهم.
نعم، عن ابي صالح، حديث عبد الواحد بن زياد عن اعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ثلاثه لا ينظر الله اليهم، ثم قال ايه الذين اشركوا بعد الله وايمانهم ثمنا قليلا، قال ادركني الله كذلك الجماعه، وخلفهم صالح بن ابي الاسود، فروى عن اعمش عن ابي ذريان عن ابي هريره والصحيح الاول، ولما راه الاسماعيلي عن ابن خزيمه، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح قال تابعه عبد الرحمن بن يونس فوصلوه عن ابن عينه وجودوه، قال وارسلوا علي وعبد الجبار بن الاعلى ابن العلاء وغيرهما. وذكر وحيد ان الكلبي قال ان ناسا من علماء اليهود اولى اولي فاقه اقتحموا لكعب بن اشرف فسالهم فكيف تعمل تعلمون هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابك في كتابكم، قالوا وما تعلمه انت؟ قال لا، قالوا نشهد انه عبد الله ورسوله. شوف، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو امن بها عشره لامن بني اسرائيل بنو اسرائيل. ها، فقال كعب بن اشرف لقد حرمكم الله خيرا كثيرا، فقال رويدا فانه شب علينا وليس هو بالنعت الذي نعت لنا، ففرح كعب فمارهم وانفق عليهم، فانزل الله هذه الايه. شوف اعوذ بالله، لما قال لا لبس علينا اعطاه، لما قال عبد الله رسوله منعهم، قال منعهم، فعم علمه تراجعوا وقال لا هو لبس علينا، ده مش هو ده النعت اللي اتانا في الكتاب، فاعطاهم المال. قالوا يعني قال لهم يعني اسعدتمونا، قال فرح كعب فمارهم هو كعب بن اشرف طبعا. والحديث فوائد كثيره جدا، تعظيم اليمين، الاصل ان البين على المدعي واليمين على من انكر. الفائده الثالثه في صحيح البخاري الحكم على الظاهر ويتولى الله السرائر، الحكم بالظاهر ويتولى الله السرائر. ولشيخنا همه نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.